هادي عبات الفاتير، البركة الحمرة الهدية، يزفن وراهن بنادير، وشيوخ بركة رضية، وحضرة وجاوي وتكبير، صلاتهم الخير البرية، خطرت علي مخاطير، اللي فات روح علي، لسمر وجاويه تخدير، ومعقبة من وصية، جدي وراقد الهنشير، حاضرين ليكم وليا. زليتن أرض الصلاح تتكون من القبائل الشريفة الآتية: قبائل لفاتير، صفران، عطايا، سقوع، جواوبة، غزور، عبادلة، حجاحجة، مريقات. قبائل أولاد الشيخ: قبيلة أولاد عبد الله، أولاد حمد، أولاد عمر، أولاد الشيخ الزود، أولاد الشيخ الجمعة، أولاد الشيخ الرقيقة. قبائل العمائم: جديات، أولاد حمد، قرنة، نشاونة، أولاد يحيى، هوامل. قبائل الأهالي: براهمة، أولاد غيت، كرغلية، قبيلة الزيينة، وقبيلة الفرجان. قبيلة لفاتير بطن من الأشراف الأدارسة من بني الحسن الصبط، ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفاطمة الزهراء ابنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أولاد سليمان السبعة سمي لفاتير السبعة، وهم محمد الكبير ابن سليمان الفيتوري، محيى بن سليمان الفيتوري، ومن ذريته سيدي عبد السلام الأسمر، محمد الصغير، عبد الله بن سليمان الفيتوري، عبد العزيز بن سليمان الفيتوري، عبد الواحد بن سليمان الفيتوري، يعقوب بن سليمان الفيتوري. قبيلة تشتهر بالورع والتقوى والصلاح، أشهر رجالها سيدي عبد السلام الأسمر صاحب المقام في مدينة زليتن أرض الصلاح. ويعتبر سيدي عبد السلام الأسمر أهم علماء ودعاة الإسلام شريف الأبي والأم، وهو أشهر أولياء الله الصالحين في ليبيا. لقب بالأسمر لأنه كان يحيي الليالي سمرا في طاعة الله سبحانه وتعالى. هادي بنادير صلاح، وهادي جثامين ماجر، الظالم وقباض الأرواح، من بيوت ولت محاجر، عشمنا في ربي الفتاح، يدمر الغازي الفاجر، الغادر نوانا السفاح، تاجر وفي الدم تاجر. احنا وطننا بعد ما راح، شفع فيه ربي الناصر، على الله ما تغيب الافراح، بعودتك يا مهاجر. وفي ليلة مباركة من شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن، وفي أرض الصلاح مرقد الأولياء الصالحين، كان أبناء ماجر في زليتن على موعد مع الشهادة، حيث صب العدو نيرانه وأهواله وأحقاده ليسقط الضحايا في ليلة قتلت فيها البراءة والطفولة، لن ينساها الشرفاء من أبناء الوطن، ليحيوا فينا ما حيينا إلى أن نثأر لدمائهم الطاهرة، ويعود كل المهجرين خارج الوطن إلى ديارهم، ويعود المهجرين من أبناء تاورغا إلى مدينتهم، تاورغا التي نخص شيوخها ورجالها وحرائرها وأطفالها بالتحية والتقدير لصبرهم على مصابهم، وبشر الصابرين، ويتحقق الأمن والأمان في ربوع الوطن، وتدخل الفرحة إلى كل بيت من بيوتنا. أنا جدودي سبع فاتير نسبهم للهادي البشير، جدودي برهان السبعة يا ولاد سليمان نسبهم للهادي النعمان، أولهم بكريه الكبير، جدودي يعقوب وعبد العزيز المجدوب، عبد الواحد طاهر ثوب، وعبد الله أخوه الصغير، جدي محيى ولد الأسمر دمه فيا، برهانة وموروثة ليا، سياد الجاوي والبندير. يا فزعين يا جدودي سبعة الصدقين، مع بلادنا إن شاء الله حاضرين، دلوا هلها الدرب الخير. سبعة الأشراف أولاد سقوع أولاد ضعاف، أندهم بعقيدة ما تخاف، بربي اللي تنويه يصير. قبيلة الأشراف نسبوا سلالة النبوية الشريفة أهل البيت، ببركة جثمينهم الطاهرة التي ترقد تراب الوطن، نندههم ويندههم الوطن
يفزع لنا ولترابه. أهل البرهان أولياء الله الصالحين، الأشراف أنضاف النوايا. وفي هذه الليالي المباركة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر من رمضان المبارك، ليالي العتق من النار، متحرين ليلة القدر. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نردد فيها خير الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. متضرعين سائلين الله أن يرحم موتانا ويلم شمل أهلنا ويردنا إلى بلادنا سالمين، وأن يبلغنا رمضان القادم بإذن الله في ديارنا بين أهلنا وأحبابنا.